مصر عبارة عن معسكر طالع لها دولة. القصة بدايتها كان موضوع طيارة المنتخب. طيارة المنتخب اللي حطوا كان موضوع طيارة المنتخب. طيارة المنتخب اللي حطوا صورة محمد صلاح عليها جنب حطوا صورة محمد صلاح. فين صورة طيارة المنتخب يا جماعة بعد إذنكم؟ اهي صورة طيارة المنتخب، حطوا عليها صورة محمد صلاح. محمد صلاح ادي محمد صلاح اهو، وادي طيارة المنتخب اللي اتدهنت بعشرات الالاف، وادي صورة لاعيبة المنتخب، وهنا الشركة الشركة الراعية اللي للاتصالات وي اللي تبدو زي اي شركة عالمية، دي شركة بتاعت ملك القوات المسلحة المصرية مخابرات وكده. وي استغلوا صورة محمد صلاح وحطوا الصورة دي. تفكير بالظبط ابو 50%، اقول لك بالظبط اي حاجة، اقول لك بالظبط ايه السبب ليه بقول لك تفكير ابو 50%. طبعا سيبك من كل التفاصيل، تعال بس نشوف الفيديو ده لطيارة المنتخب وبعدين نكمل رغي. ما تيجوا نشوف الطيارة. سيبك من شكل الطياره وقصه الطياره في بلد اللقطه والاستنصاح. حطوا محمد صلاح لوحده زي ما قلت لك، مع ان اغلب الدول مش عامله قصه صوره اللعيبه على الطياره، وان اللي حاططها وان اللي عاملها حتى حاطط صوره اللعيبه على ده، حاطط صوره اللعيبه على الطياره زي الارجنتين حاطط ميسي جنب اللعيبه عادي. يعني دي طياره الارجنتين، حتى لو ميسي احسن لاعب في العالم وفي مسافه بينه وبين زمايله عمرها ما بتبقى كده، انما تقول ايه في التخلف والغباء، لكن دي قصه على جنب، قصه على جنب. الاستنصاح بقى والنصب والفهلوه عمل ازمه، لان صوره محمد صلاح اتحطت جنب علامه شركه وي بتاعت الجيش، ومحمد صلاح مع متعاقد مع شركه تانيه وهي فودافون عالميه. راح محمد صلاح كتب تويتات قال فيها يا جماعه اللي بتعملوه ده غلط وعيب وما يصحش من اي ناس بتفهم انه احنا نواجه مشكلة خطيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم. عيب رامي عباس، عيب عيب، انتم متخلفين. اي استخدام غير مصرح به لحقوق الصور سيتم التعامل معاه بصرامة جميع الخيارات على الطاولة. مصر فاكرة بقى شركة وي دي في مصر شركة تتعاقد معاها بالجزمة وتتصنت على الشركات بالجزمة والناس تعمل كل حاجة بالجزمة بالجزمة، فاكرة دي تمشي بالجزمة ان شركة الاتصالات بتاعت الجيش اللي جوه البلد اللي هو النشاط اللي ما حدش لهوش اي معنى واتكلمنا عنه كتير التجاري، ان ده كله يمشي مع الجزم. راح مع اتحاد الكوره طلع قال لك وكيل محمد صلاح ده شكله عاوز قرشين ولا حاجه. تخيل تخيل بلد متخلفه. طبعا دي ولا اتحاد الكوره ولا بتاع، ده حيوان بيخدم العسكر زي اي حد كده اللي هو ايه ده عدل له اي حاجه. ومتخيل يمشي في العسكر ده اللي يمشي العسكر كده عليكم بالبياده يمشي على الدنيا كلها. قال لك لا ده عايز قرشين. قرشين ليه؟ مش محمد صلاح متبرع ب 5 مليون جنيه لمصر؟ هو صلاح مستني منكم انتوا القرشين؟ موقع مبتدا التابع لاذاعه 90 90 اللي بتبث من داخل المخابرات، اذاعه 90 90 مش سيطرت عليها المخابرات، هي بتاعت المخابرات. قال لك ده شكل صلاح عايز قرشين، يعني بما انه مندوب اعمال صلاح الازمه فقط سببها رامي عباس الذي يسعى للحصول على حقوق ليست من حقه بطريقه مخالفه للوائع الاتحاد الدولي. يجب لكل اللاعبين التزام بالحقوق التجاريه لمنتخبات بلادهم ولا يظهران بشركات الرعايه الخاصه بهم في المعسكرات الوطنيه والتزامن بالحقوق التجاريه للمنتخب. راح محمد صلاح، شوف انت الكذب، ما ده موقع مبتدا، وقال لك محمد صلاح قال انا ما بهتمش بالامور التجاريه وماليش دعوه بالمواضيع دي. فدول كذابين واخبية ومتخلفين. فهم رايح محمد صلاح عمل ريتويت لكلام وكيله عشان ياكد الموضوع وان في ازمه حقيقيه وان عباس ما يتصرفش بنفسه وانكم حقيقه خساره فيكم حتى ال 50%. بجد خساره فيكم 50%؟ انا عمل ريتويت عشان لكم انا في الحكايه. فالكل بلع الجزمه ببقه.
انما كل حاجه تقوم من اجل اللقطه، اي تخلف اي تخلف. ليه بقى حضرتك؟ لان مندوب العسكر ده مش هيسمح لاي حد يقول له ايه اصل حضرتك، لو حد فاهم في القوانين. ايه يا استاذ؟ احنا براحتنا. لا يا حبيبي مش براحتك، انما احنا هنعمل اي حاجه عشان اللقطه، نبوظ علاقه لعيب بزمايله، ونفضل يفضل السؤال للعيبه طول الوقت، ايه رايك ينفع انك يتقال انك في فرقه محمد صلاح؟ اللعبه الجماعيه حولناها زي اي حاجه العسكر خربها في كل الدنيا، حولها اللقطة فردية، لعبة جماعية. حولت لقطة فردية انه لو اللعيبة طبعا لازم تقول لا ما بنحب الطبيعي، ما يزعلناش ان يبقى بتاع محمد، تيجي تحطه لوحده على الطيارة وبعدين تستغل وتحط شركة وي عادي، اي خلطبيطة كل الناس هتعدي. معتقد ان اللي بيعدي في السياسة نقتل ريجيني وايطاليا تسكت عشان حالة ايه واسرائيل تضغط عليها، ها؟ الاتحاد الافريقي نعمل انقلاب والاتحاد الافريقي يوقفنا، اتحاد الدول الافريقيه مش اتحاد افريقيا بتاع كره القدم يوقفنا عشان بيفروا من القنوات، نضغط عليه والجزائر تتدخل وبتاع واسرائيل تضغط ومع دول ونمضي لاثيوبيا فيرجعونا. فاكرين ان اي حاجه تمشي بالفهلوه عشان اللقطه؟ جيب اي حد من الجيش، حبه عساكر، ادهنوا الطياره كده، اي حاجه وخلاص، ولا بدون اي جهل. وعندها اللي هو فيه معايير العالم ما بيبطل يتكلم في المواضيع دي، انما عندما يحكم التخلف انصاف الرجال وانصاف العقول وانصاف كل حاجه، يبقى ده وضع مصر كلها، هو وضع الطياره. كان في مشهد تاني برضو غريب جدا، باحث جنوب افريقي